تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء يشرف غدا على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية ويتابع سير عمليات الإفراجات بباقي الموانئ المصرية المختلفة. هذا وتشتمل البضائع المفرج عنها السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج. يأتي ذلك انعكاسا لنجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، وتسهم في توفير السلع بالأسواق وتحقق توازن وانضباط للأسعار.